أنا بقدر أتعلم مع هذا الذهول ولا كل الأولاد اللي عم يسمعونا يكونوا منحمى على علم ويساعدون. اللهم كل وليك الحزة من الحسن صلواتك علي وعلى أبائه صلواتك علي وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصلا ودليلا وعينا حتى تسكنه خلتك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثر شيء بحب في هالحياة إني نظهر الإمام المهدي. الإمام المهدي إذا ظهر رح يساعد المناطق كلها. أنا عرفت عن الإمام المهدي إنه هو بيساعد كل الناس، عشان هيك حبيته. وأنا بدي أقول له إنه هو ما يتأخر عشان نحن ناطرينه وبدنا إياه يساعدنا. أنا عم بتخيل إنه الإمام المهدي إذا غاب كتير مش كتير رح نحس بالراحة، بشعر بالحزن كتير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.